قلوب مؤمنة بالقضية الفلسطينية وحب متجدد لوطننا، ننحني اليوم بكل امتنان واحترام أمام تضحيات شهدائنا الأبرار. ننحني أمام الشهداء الثلاثة، هم كمان أصدقاء ثلاثة: غانم محمود غانم وبلال أبو عمشة وأيمن براهمي من مخيم طول كرم. فأهلا وسهلا بكم. أحميها الحمار وأحميهم، فرسان الحمار رايات الحمار إيديهم. كل ما يجن جنون، كل ما تغفى عيون، بتسهر على الحمار وعحدود الحمار عيني. بنرحب فيكم في برنامج أقمار فلسطين، وبنحكي لكم الله يحييكم وربنا يصبركم، رغم أنه إحنا جايين نفتح جروح من أكثر من 20 سنة. بدنا نتحدث عن شقيقكم الشهيد غانم محمود غانم، أخوك يا إبراهيم. إحنا في غرفته، بدنا نستحضر هلأ ذكرياته، أحلامه، آماله، ونتذكر كمان شو ترك هالحزن العميق لكم في استشهاده. أخوي غانم كان شاب عادي زي هالشباب، وعنده كانش عنده طموحات. اللهم صل على سيد محمد. بكى إنسان بسيط، كل المخيم بتحبه وفيش له مشاكل، وشو بدك أقول لك، ومحبوب في المخيم كله. وأخوي شو بدك أقول لك، طرحنا عليه جيزة قبل فترة وبقى مرضيش يتجوز، وقلنا له قال انا ماشي على الدرب هذا، درب الشهاده، ويعني صوب اكثر من مره، تصاوب بشويكه وتصاوب مع الاخ مهراج، ونحبس اكثر من حبسه، والحمد لله ربنا اختار الاحسن. شو بدك تساوي يعني، الحمد لله. اخوك غانم كان من قوات 17 اللي هم حاليا الامن 17. الوطني قوه 17، وفكت قوه 17 وحلوها للامن الوطني. أيام الرئيس انحلت قوة 17، صار الأمن الوطني. غانم ما كانش يطلع من المخيم أصلاً، كانش يطلع من المخيم، كل اجتياحات بكى في المخيم. مش فاهم، صحينا الصبحيات ولقوله غانم استشهد، مش عارفين استشهد. أجالي بن عم عالدار قال لي غانم استشهد، حسيت إنه هيك كيف خبط على راس الواحد، مش عارف كيف. وكانوا استشهد بحارة السلام، هو أيمن وبلال، يعني خبر مؤسف، مش عارفين شو الواحد التخم. قديش كان استشهد. عمرك وقتها؟ أنا عمري 24 سنة. حدثنا كيف يعني كيف الظروف صارت في بيتكم لما استشهد أخوك؟ والله ظروف لا توصف. أول أخو تفقدوه كمان. ظروف لا توصف. شو بدي أقول لك يعني، ظروف لا توصف. بكى الكل، تفاجأ، وكل أصحاب تفاجأوا، والأهل وأمي بكت تعبان شوي، تفاجأت، كلهم تفاجأوا بالدار. شو بدك تسوي يعني، الحمد لله ربنا اختار الاحسن، الحمد لله. شو لك ذكرى مع اخوك؟ اخو شو اخوه الواحد، شو بدك تساوي اخوه، كيف بيقول لك قطعه منه الواحد اخوه. متذكر اخر ذكرى لكم مع بعض؟ حديث اخر ذكرى في الدار عندي، فكيف هو قاعد عندي في الدار، كيف جدلت انا وياه بشغله، جدلت انا وياه وصارت شوي مشكله، وبعدين رد اصلحنا. الواحد بتذكر اخوه كيف امن يستشهد، بتيجي على باله بس يطلع المقبره، بتيجي على باله هيك. ايش بيجي على بالك لما بتروح على المقبره؟ بيجي على بال الواحد بشوف اخوه، بيحضنه، بيسلم عليه، بيبكي قاعد هو وياه. كيف متذكر، بكيت اتذكر انا وياه، بكي يجي الصبحيات، نطلع مع بعض، بنروح وبنيجي، بنروح عند دار اختي، عند دار عمامي، عند دار غوالي، بنروح نلف الحاره عند الشباب هون وهون. بتذكر لما بكي يجي يبكوا الشباب أكثر من واحد، يبكوا قاعدين يفطروا مع بعض برمضان، بنروح عليهم نقعد هنا وياهم في عندنا في الدخلة، بيقعدوا يفطروا بأيام رمضان، ودي لهم أكل. والشباب أتذكر أيام حبسة نابلس، بكى محبوس بسجن جنيد، بكى يروح، بكى بعد نروح، بكى كيف المعاناة، بكينا نروح له ونشوف ونقول الله يعينك. وأيام تصوب بكى الشباب بكى تكون فيه، وخليها الله شو بنساوي، الحمد لله. كيف تصاب وقتها؟ تصاب أول مرة بشويكة، أجت له قوات خاصة الانتفاضة الأولى، منطقة شويكة، تصاب بجرو، قعد فترة هو متصاب، أخذوا قوات خاصة، أخذوا إسرائيل على جنب إسرائيل، ونحبس، ضلوا قعد فترة بالسجن، وإجروا تعبت في السجن، ورد تصاب الثاني الانتفاضة الأولى، ورد تصاب الانتفاضة الثانية، تصاب ببطنه، قعد فترة هو متصاب. هاي ثاني مرة كمان؟ ثاني مرة. أول مرة برجله وثاني مرة في بطنه.
وثاني مره الانتفاضه الثانيه اتصاب بطنه. كانت امك موجوده وقتها؟ بقت امي موجوده اه، بس امي بقت تعبانه، جاي لها جلطه بقت تعبانه. احنا موجودين هلا في حضره روح اخوك الشهيد الله يرحمه غانم، يعني زي ما حكيت لاخوك ابراهيم انه احنا في غرفته، هذه الغرفه انتوا بتقعدوا فيها بالعاده دائما، وشو بتشعروا لما بتقعدوا فيها؟ كل خطوه بحياتنا يعني في له ذكرى، بصمه حلوه فيها. كيف يعني؟ كمان ذكريات الحلوه كثيره، بين اما كنا نقعد نوكل نتجمع بالحاره، كمان ايام المطارده، ايام ما كنا مطاردين مع بعض يعني بالشارع بالحاره هون، ذكريات فقدانه، لانه كنت انا بالسجن فقدانه كمان، لانه اجاني خبر وانا بالسجن على 4 الصبحيات. كنا قاعدين نحضرها في التلفزيون فلسطين، وقالوا انه استشهد غانم. عرفت انه على السريع مسكر عليك بغرفه 4 حيطان وتسمع انه خبر اخوك استشهد، وانت مش قادر تطلع من السجن، مش قادر تعمل اي شيء، مش قادر انك تروح تشيعه او تشوفه او توده. هاي اللي المساه بذاتها يعني هذا الشعور لا يوصف، يعني انه تخربط كل الكون بيكي هيدي بهاي اللحظات. مهراج شحادة، بنرحب فيك في برنامج أقمار فلسطين، وبنحكي لك 3 من الشهداء، رفاق الدرب، رفاق الطفولة، رفاق الزقاق، رفاق الكفاح، كانوا معك وكنت أنت معهم وقت استشهادهم في مكان. في هذا المكان بذكرنا في ذكريات حلوة وذكريات مرة، وبذكرنا في مكان استشهاد أصدقائك، ففي هذا اليوم شو بتحكي لنا أنت عنهم؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم تلفزيون فلسطين في مخيم طول الكرم، مخيم الشهداء والأسرى والجرحى، مخيم المقاومة اللي معروف تاريخيا يعني. ثاني شيء احنا بنحكي عن بلال وغانم وأيمن براهمة. طبعا لما بدك تحكي عن الشهيد غانم الله يرحمه، غانم هو مدرسي. غانم سجن وعمره 14 عام في 86، وأفرج عنه في 90، وبعد 11 شهر اطارد أيام الفهد الأسود. كنا أعمارنا يعني لا تتعدى 15 عام، اطاردنا مع بعض وسجننا مع بعض بالانتفاضة الأولى، وروحنا بال95 وبال2000 عند انتفاضة الأقصى. طبعا هو كان ضابط في 17 وأنا كنت في الأمن الوطني، وبلال أبو عمش الله يرحمه أمن وطني، والكرمي رائد كان بحري وفي رأس الجبهة البحرية. إحنا المجموعة كلياتنا كنا مع يعني مع الدكتور ثابت، وبراهمي كمان من مجموعة، وأيمن براهمي كان كتائب قسام، وكان ثابت الله يرحمه طبعا هو القائد العام الدكتور ثابت. فغانم كان من أحد المؤسسين والمؤثرين في محافظة الكرم، كونه يعني تاريخ سجنتين 8 سنوات، واحدة وهو عمره 14 واطارد بعد 9 شهور، وسجن كمان 4 سنين بال91 وروح بال95 في أوسلو. فغانم أول حادث كنت أنا وياه، تم كبسية قوات خاصة علينا بال2001 بشهر 4 في عند الواحة قرب الواحة، وتصاب غانم معي أعتقد بجوز 7 رصاصات أو 8 وأنا 4 رصاصات. فكان يعني يوم كان صدمة كبيرة، يعني كان صدمة كبيرة لكل المحافظة إنه غانم، أول خبر إنه غانم ومهراج اغتالوهم واستشهدوا. فغانم من الناس اللي أصلاً هو كان بإمكانه إنه يهرب، لما كبسوا علينا هو كان بجنبي، نزلني من السيارة وحملني غطى علي، فهو انطخ يعني وهو يغطى علي. غانم يعني لو كان واحد غير غانم إحنا 2 متنا، بس هو اشتبك يعني ظل مستمر، أطخ على سيارة وزتني في السيارة، وشاءت الأقدار إنه ظل عايش، شاءت الأقدار أنا اعتقلوني كنت جريح وغانم عايش رحمة الله عليه. ولكن ب 22/4/2004 تم اغتياله عن طريق قوات خاصة ووحدات الدفدفان ومساند الطيران بحافة السلام. أنا كنت في سجن هدريم في هذيك الفترة، أجوا شباب صحونا، أمجد اليحيى أبو هروم متأبد، وكان يحيى السنوار من حماس كمان،
كان سمير القنطار الله يرحمه، وكانت انا فعلا يعني السجن كله كان يعني حزين على استشهاد هذول القاضي اللي احد رموز كتائب ثابت الشهداء الاقصى على مستوى الوطن، بلال غانم غانم وبلال بعمشه وابن القسام ايمن براهمي. احمي الحمام احمي هالحمام واحميهم، فلسان الحمام رايات الحمام ايديهم. كل ما يجي النجم غانم بلال ايمن براهمي شهداء قدموا للوطن والوطن بعده بقدم. طبعا كانت هي الجنازة لهم مشرفة جدا، تم اغتيالهم عن طريق وحدات خاصة وطيران ومحاصرين كانوا على ما أظن كانوا بمغارة هم، هي كان وسط الأخبار، وظلهم مشتبكين معهم لآخر نفس. طبعا الجنازة كانت مشرفة وحلوة، ليش؟ لأنهم كانوا في المخيم هم محبوبين. طبعا هون أماكن تواجد الشهيدين دائما، هون الحارة هاي هي حارتهم هون. الحمام واحميهم، فلسان الحمام رايات الحمام ايديهم. يعني احنا بنحكي بارك الله في انفاسكم الحره والشريفه والوطنيه، وهلا بدنا نكمل على بيت الشهيد بلال ابو عمشه هو لفوق ونستذكر ذكرياتهم. الشهداء أسميهم يا بلدي بوقفات رجالك شو غنوا الشعراء أغنيهم. نحكي عن بلال. أهلا وسهلا. عاش طول العمر، هو مثل اللي قالها كان صغير طول نهاره عندهم عند دار خاله عند أصحابه، وإحنا مثل اللي قالها كبر على المدرسة ما كملش، صار يطارد يوم بيجي وين بقيت يما؟ بقيت بالبلد الفلانيه. وين يما روحت؟ روحت عند دار مهراج، روحت عند دار فلان، هذا اللي كان فيه وماشي طول النهار يقعد. قمت روحت جوزته، ما قدرتش اضي يما لحالي، بنيت له فوق وجوزناه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عنده ثلاث بنات ولاد اثنين ما شاء الله ما شاء الله. وهي قاعدة فيهم يعني، وهسا هي في هنا. نعم. وين اللي قاعدة فيها؟ كتابة. 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 قاعدة في كتابة. طيب متذكرة أنت لبلال كيف كان هو صغير؟ هو صغير؟ والله بالدنيا ما في زيه. كيف؟ زي ما بدك. شو بدك؟ يما حبيبي يما وين رايح؟ السباجي. يما وين؟ شو بدك انت؟ انا بروح بجيب لك. يما تبعدش؟ لا. يما طلع على الشارع شو فيه؟ قولي يعني هم بدهم يضلهم يرقدوا وراي؟ بقول له دشرك من هالشغله يما حبيبي انت، فيش خيرك عندي. قولي يما اليك الله، والله هاي الكلمه كان يحكيها. اليك الله. ونعم بالله. هاي الأبد واخوانه، اليك هذول. اقول له بل في أغلى منك يما أنت؟ قال لي ول. قلت له ما فيش أغلى منك، فيش أغلى منك إلا ربك. شو يضحك؟ يضحك اللي بدك إياه. يما يما أقول له ول يما طولت علي، وكم يوم لك غايب عني؟ يومين ثلاثة يبكى. كم يوم لك غايب؟ وين كنت؟ كنت في المحلات طاشش بالبلاد بالقرى برتاح بفرعون وما أعرف وين فين يتوش منادل. وين ما كان يروح. قلت له يوم عرسه رحت على بلاطه؟ قال بدي اروح اعزمهم، اعزم خوالي كلهم. كان حلو عرسه؟ قال حلو عرسه. ايوه حلو عرس عرس والله. الناس من هين الشارع هذا الشارع تحت، والشاطر اللي بدي يحكي معه. يا رب يا الله ترحمنا برحمتك يا الله.
يجي على بالي بسحب حالي بروح عند النبي على القبر، اروح واقعد. الله الله يسهل عليك يما، الله يرحمك برحمته يا يما، خذني عندك سامع يما. بنرحب فيكي على اخت الشهيد بلال ابو عمشة، واحنا عندكم واحنا بنحترم خصوصيتك انك مش حابه تطلعي على في البرنامج يعني بكامل وجهك، ولكن احنا مصرين انه نعمل معك هذا اللقاء من اجل ذكريات بتجمعك مع اخوك، محطات مؤلمه، محطات ما بتنتساش من ذاكرتنا، وبحبه انك تسردي لي قصه استشهاد اخوك. بعتذر اني انا بفتح هذه القصه، ولكن احنا جايين لانه احنا بنحب نوثق تاريخ شهدائنا الابطال، بنحب نوثقه. فمن وين بتحبي تبداي واحنا بنسمعك؟ هذيك الليله كانت صعبه، ربنا سهاني وخلاني انام، ما بعرف ما صحيت على طيارات ما صحيت على شيء، كنا نايمين، مرت اخوي فوق يعني هو ولاده في بيتهم واحنا هون نايمين. صحينا امي صحيت الساعه 4 4 وشوي تحكي لاختي جسمي مثل النار مثل النار، مش عارفه شو بصير معي، مش عارفه شو شو يعني، حاسه حالي بموت بموت، مي مي جسمها مي مي، تحكي لها مش عارف في نار في بدني، حاسه حالي روحي بتطلع روحي بتطلع، ما في شوي الا الباب يعني بتطلع الباب، خبط خبط على الباب، فتحنا الباب الا في شو بيحكوا لنا اكو بلال استشهد مرمي على الشوارع، هو وغانم وايمن الله يرحمهم مقطعين، يعني كنت تحكي الكلام ما بنوصف، يعني بتسمع من الناس الوصف مؤلم، كان مش مؤلم، بوجع بموت بذبح، بس تخيل انت كيف يعني اخوي قطع مرمي محطوط في كيس على الشارع، ما تخيل ان امي صارت تحبى على الشارع على يجريها عليك، مرت اخوي من بيتها تصرخ وينه مش عارف، طلع نركض نتصل تليفونات عليهم ما بيردوا، بلال تليفونه مسكر، ايمن فيش ما بنعرف رقمه، نرن على غانم فيش برن برن فيش حدا بيرد علينا، انا ارن اختي ترن اختي الثانيه ترن وين، بعد فتره رن التليفون رد علينا شاب رد على اختي اللي بحكي له مين، حكى له وحده حكى له سكر الخط، طلعنا نركض على المستشفى، طلعنا احنا واخت واحنا نركض طلعنا، يعني كانت اخته لغانم الله يرحمه استشهدوا مع بعض عشان ثلاثه استشهدوا، ما كانت تعرف انه اخوها، طلعنا نركض ما حكينا نركض نركض، اختي بتحكي لي طب ليش هيك الطريق اليوم بعيد طويل، بحكي لها مش عارفه انا مش عارفه ليش هيك يعني، كل ما بنمشي بنحس حالنا مكاننا مكاننا، ركض 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 لحد ما وصلنا المستشفى، نزلنا الدرجات وصلنا عندهم ملان المستشفى شباب، فتنا اتطلعت نسيت شو في وراي، طلعت على منظر غانم كيف منظره كيف اصابته، صرخت طلعت على ايمن نفس الشيء صرخت، يعني صرخت الصوت منظر شيء مش طبيعي، اللي اسنانه وهيك هذول منهم مزعين وجوههم اسنانهم هيك اصابات، هاد رسمي هون اللي اجوا الفالتي كنت اذا هم هيك كيف اخوي، ابعدوا لنا الشباب وصلت عند اخوي، اخواتي التنتين وطلعوا عن جري انا وصلت تلاه، فتح عيني وتبسم لنا حكيت له نلتها مبروك عليك مبروك عليك الشهاده، بعدها ما بعرف شو صار بطلت اسمع، مش شايف ناس شايف الصراخ شايف اختي يعني فاتحه تمها بس ما بس مش سامعه شو بتحكي، اختي الثانيه فيش جابوا مرت اخوي بتحكي مش سامعه الناس شو بتحكي مش سامعه، ما في معي قديش ضليتي على هالوضع؟ ضليت بعد ما استشهد ب 25 يوم ما في دموع ما في شيء، كنت اكل يعني ابر كل يوم، ما حضرت بيت قدره منيح ما شفت شيء، جري ايدي واجري وقفوا بطلت اقدر امشي 25 يوم، بعد 25 يوم استشهاده، بعدها صرت سنتين وانا اتعالج بس للفك عندي صار يسكر من كثر العصب، ما في عندي اعصاب ما في، الحاله اللي انا وصلت فيها وصلت مرحله الموت خلص، يعني بني ادم قلت انت عايشه انت وياه على الحلوه المره، ما كان يحكي كان بس يطلع فيه افهم له افهم له بس تطليعته، لما كان يحكي ما كان يحكي معي حكي لا خلص كلمه كلمتين افهم عليه شو بده،
شو الشيء اللي خلص لازمه اعمل له اياه، شو الشيء اللي بده اياه، هيك كنت معه. صاحبته اصحاب كثير، مش اصحاب، اكثر اكثر اكثر. يعني شفتي الروح اللي من هون، هو شفتي لما تكوني ماشيه العمود الفقري عندك هيك ساند، هو فهمت علي؟ هو السند، هو الحياة. والله ومحتاجك يا خي عندي مثل الهوى والمي، والله ومحتاجك يا خي عندي مثل الهوى والمي، دمك دم وهمك هم من عيونك اشوف المي. يعني هو كان حاسس انه رح يستشهد، كان يعملنا يعني يخلق لنا اشياء حلوه بحياته، فهمت كيف؟ انه عشان بس نكبر نتذكر الاشياء اللي كان يعملنا اياها يعني. بس يعني ما كنا نشوفه كثير يعني، ما بيصال اللي هم الجيش جايين انه هيك. اه يعني صح انه كان عمره 7 سنين بس متذكر كثير اشياء بحياتي. بابا كانت شخصيته كثير حلوه. شو بتتذكري كمان من طفولتك؟ شو بتذكر؟ أول شي بتذكر إنه في الأب كان بحياتي. يعني يا ريت لو كان معنا. إنه مرقنا كتير بأشياء مراحل بحياتنا صعبة. كنا بتكونت بتمنى إنه بابا يكون معنا، يعني واقف معنا وهيك. انت خاطبة هلا؟ يعني بهاي اللحظة يعني كان نفسي يكون معي بهاي اللحظة، انه يكون مبسوط لي فرحان لي، بس الحمد لله. ولأن وطني علمني أن حروف التاريخ تكون مزورة حينما تكون أو تكتب بغير دمائي. ثلاث شهداء اليوم كانت حلقتنا لثلاث شهداء من مخيم طول كرم عام 2004. ثلاث شهداء أصدقاء أحباء حبوا الوطن وحبوهم الناس.